قد لا يعرف الكثير من السوريين محاكم الميدان العسكرية الاستثنائية في سوريا التي اعتمدت عليها العصابة الحاكمة في دمشق طيلة 50 عاماً كأداة لتصفية السوريين. هذه المحاكم التي أنشئت في عام 1968 صدر قرار بإلغائها من قبل زعيم المخدرات بشار أسد يوم أمس، مستعيضاً عنها بالقضاء العسكري وقانون العقوبات. فما الذي دفعه الآن لإصدار هذا القرار والذي أكد به انفصاله التام عن الواقع وتجاهله لما يحدث في جنوب وشرق البلاد؟ هناك من رأى في هذا المرسوم استمرار أسد في التحايل والتلاعب على السوريين محاولاً طمس جرائمه وجرائم والده دون أي اعتبار لأي محاسبة وعدالة قانونية دولية، وكأن المسألة عبارة عن شخطة قلم أو تصديقه أن الجرائم ستسقط بالتقادم. بطبيعة الحال يعلم السوريون جيداً أن نظام ميليشيا أسد لا يستند على أي مبرر قانوني في قتله المعارضين، كما إن هذه العصابة لم تعد تحتاج أساساً لهذا النوع من المحاكم بعد امتهانها القتل بكل الطرق والوسائل وعلى أعين ومرأى المجتمع الدولي. حتى إن محكمة الإرهاب لا تختلف أبداً عن محاكم الميدان، فكلاهما يقومان على تنفيذ اعتقالات وإعدامات خارج غطاء القانون وخارج المواثيق الدولية وحقوق الإنسان. وإذا كان حافظ أسد قد أجرى تعديلاً على القانون القديم لقتل المدنيين تحت بند الإضرابات الداخلية، فإن ابنه بشار تخطاه بخطوات كثيرة، وكل المجازر الجماعية التي ارتكبها منذ عام 2011 جرت بأوامر شخصية منه وبدافع انتقامي ووحشي ودون مرجعية قانونية. فهل أراد اليوم بمرسومه الأخير طمس مسيرة طويلة من إجرام العائلة الفاسدة وتعويم نفسه أمام المجتمع الدولي والعرب المطبعين معه؟ أم إن لديه أهدافاً أخرى من وراء هذا القرار؟ لكن أيضاً ما الذي يمكن أن يرمي إليه بعد أن أصبح مكشوفاً أمام الجميع وكل الدول باتت تلاحقه بمحاكم أوروبية ودولية؟ وهل هذا المرسوم جاء مفروضاً عليه من قبل حلفائه وداعميه لضرورة حل هذه المحاكم كإجراء مهم في مسار الحل السياسي؟ أم إنه قرار شخصي جاء لاستفزاز السوريين وضرب مطالبهم بعرض الحائط؟